الغيزي مش غيزة للمعدة بس، لا في كمان غيزة للروح. عشان كده انا جايبكم النهارده في الساحي عشان نشوف الانترتينمنت. الانترتينمنت الترفيه، جايبكم تتفرجوا على الاراجوز. ده يابا اهو. ايه اراجوز بس مش دي، لا التاني اللي هو الخشب. ايوه الاراجوز اللي هو دي اهو اهو. ترميسين. ما هي اللحظه انت بتلحسها على طول يا هلا يا هلا. سيبك من الترنانسين والكلام الفارغ دي. انا زي ما بقول لك كده، انت هتطلع على الغيط تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباك وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين. هو هيقع لوحده. بعد كده يجي لنا صباع تاني. ماشي يابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحده صحيه في البلد كلها، هروح اتعالج فين؟ يا واد وحده صحيه ايه؟ ولو في وحده صحيه ايه اللي يوديك الوحده الصحيه يا واد؟ امال اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنه اللي عندنا في البيت. ايه؟ الفرنه الفلاحي الحلوه دي تظبطها على 220 اعلى درجه حراره، وتدخل دماغك في صنيج بالرقبه، انا عشان بحب الرقبه. تدخل دماغك جوه كده في الصنيج وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم هي دماغك هتقع لوحديه هي والفسافيس ونخلص منك، وهيبقى برضك بالمره اهو تحديد اسمه ايه دي؟ تحسيس الناس. ايوه. وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنتي انت صغيره على الجواز يا بي، يعني انت تعرفي النعجه بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف.
تتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجه بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك ايه يا هول عيني؟ بقول لك ايه؟ اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شويه احسن بصراحه، يعني الفلوس اللي بتيجي من القناي محدش يعرف عنها حاجه. ايه ده يا فاطمه؟ ما هو اللي بيجي من القناي على اللي بيجي من الحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك، وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطمي تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمي تولهي، اقول لك سلام عليكم تجيب اتنين بدأ. طب وانا اعمل ايه يا ابني يا اخويا؟ وبعدين العيل عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولد. وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنتي يا فاطمي، العيال دول ما بيحمدوش ربنا ابدا. مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا. اهدوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى راي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جات لي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى راي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيلة في ايه؟ ابو العيلة ده ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا، انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده، انا هوريكم الخير كله. غفير طارق وزع المعلوم. شوف الحياة الجديدة اللي هتشوفها انت ناسي يا جناب العمدي؟ ناسي انا اول واحد في الكفر كلها اتجوزت؟ انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كلها. انا مش هطلق ابدا، مش هطلق يا جناب العمدي، مش هطلق مش هطلق. ايوه مش هطلق يا فاطمه.